السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم نهى من قناه بيتي وملكه حياتي. بس قبل ما ابتدي، معايا تعامل مع قناه مطبخ اروى الصغيره. قناه اروى جميله جدا جدا، متنوعه وفيها اكلات وحلويات وكل حاجه بجد هتلاقوها عندها، وهي شاطره قوي في الحلويات والاكلات بتاعتها. برافو عليها. بتمنى ان انتوا تروحوا وتزوروا القناه بتاعتها، هتعجبكم ان شاء الله، وكمان اشتركوا فيها وقولوا لها ان انتوا جايين من عندي. يلا بينا بقى نبتدي الوصفة بتاعتنا. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعي كده بسيط خالص. هنعمل فطار سهل وسريع وبسيط، مش هياخد مننا وقت خالص. انا عملت معاكم قبل كده الكفتة على الطريقة التركية، او اللي اسمه الكباب التركي يعني. هنا انا جهزت الكباب او جهزت لحمة مفرومة وتبلتها زي ما عملت معاكم قبل كده. هسيب لكم ان شاء الله طريقته بالتفصيل بقى في صندوق الوصف، وكمان هيظهر على الشاشة. هنعمله كده زي سندوتشات، زي السندوتشات الجاهزة. طبعا هنا اللحمة المفرومة بتاعتي تبلتها وجهزتها، هبتدي اصبعها. طبعا بتتصبع بطريقة معينة، برضو كنت عملتها معاكم بالتفصيل قبل كده. ومعايا هنا الرقاق الطري، طبعا كلنا عارفينه بنجيبه في رمضان كتير. الرقاق الطري هنستخدمه بقى مع الاكله دي. وممكن تعملي عيش التورتيلا في البيت عادي يعني، برضو هينفع في الوصفه دي. كل اللي انا هكون محتاجاه ان انا هشوي الكباب بتاعي، وبعد كده هعمل سندوتشات، هضيف بقى طحينه او تضيفي كاتشب مايونيز اي حاجه، وهنبتدي نحط الكفته في السندوتشات ونلفها وتاخد كده بس يعني على الجريل حاجه بسيطه خالص. وبعدين هنبتدي نقدمه بقى مع سلطه ومع العصاير بتاعتنا. هيبقى فطار بسيط وسهل وسريع معاكي. دلوقتي انا هبتدي احطها على الاسياخ، بس انا المره دي هعملها في صينيه في الفرن، مش هعملها على البوتاجاز زي الفيديو الاصلي يعني بتاع الكفته، عشان بس مش عايزه ادخنها في الشقه دلوقتي. الاسياخ دي شايفين من بطاطا ازاي، غير اللي هي بتاعت الشيش طاووق التانيه دي، انا جايباها من كارفور. هتلاقيها عادي بكل سهوله. هي الكباب التركي بيتعمل على اسياخ زي دي، وممكن عادي تستخدمي اسياخ اللي هي بتاعت الحاتي دي. هو الكباب التركي يختلف عن الكفتة العادية في التتبيلة بتاعته، وبيتحط له فلفل احمر، يعني تتبيلته بقى مختلفة عن الكفتة العادية. شايفين انا استخدمت عادي سيخ عادي خالص، تخين كده اللي هو الحديد ده، وبعمله بالطريقة دي كده. انا طبعا عشان احطه في الصينية فهسحب السيخ وهحطه في الصينية. هي الصينية بتاعتي تيفال هنا، ممكن لو صينيتك عادية ممكن بس تمسحيها بمعلقة من الزيت عشان ما يلزقش معاكي. وحتى الكفتة دي ممكن تتسوى على البوتاجاز من فوق، مش شرط ندخلها الفرن. انا عارفة الدنيا حر وصيام وعايزين كده حاجات سريعة، ممكن نسويها على البوتاجاز من فوق بعدين ممكن ندخلها تحت الشواية بس دقيقة واحدة وكده بيبقى شكلها. انا هكمل بقية الكمية مع نفسي وهسويها وهوريكم في الاخر شكلها ايه. انا كده صبعت الكمية كلها، دلوقتي هبتدي ادخلها الفرن تستوي، وبعد ما تطلع هحط لها فحمة عشان يبقى ريحتها مشوية على الفحم، وبعدين نبتدي بقى نحطها في سندوتشات. دلوقتي انا هبتدي اعمل الصوص اللي هنحطه في السندوتشات اللي هو سلطة الطحينة. طبعا هيمشي مع الكفتة حلوة قوي. الطبق بتاعي هنا حطيت فيه معلقة كبيرة من الدقيق، وبعدين هحط قصادهم معلقتين من الطحينة. وهزود مية وهحط بقى بقية المكونات بتاعتي. هدوب بس الطحينة مع الدقيق الاول. انا بحب اعملها بالدقيق، بحسها بتديني زي طحينة المحلات كده. وبعدين هضيف فصين ثوم مهروسين، او يعني انا ههرسهم بدي، دي مبشرة. وهضيف طبعا الملح والكمون وعصير الليمون. انا شايفة قوامها كده مظبوط، لو حاسة انها تقيلة شوية ممكن تزوديها شوية مية. بس كده الصوص بتاعنا جاهز، مستنيين الكفتة بس تستوي.
دلوقتي خلاص الكفتة استوت معايا، وطلعت الطحينة وعملت هنا كده سلطة بسيطة خالص، طماطم وبصل قطعتهم كده بالطول وعليهم شوية خضرة، وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود وبابريكا وقلبتهم في بعض، وطبعا رشة من الخل، ودول هضيفهم في الساندوتش. اول حاجة هعملها هجيب معلقة من الطحينة هفردها كده هنا واحط عليها من الكفتة كده اهو، هحطهم كده جنب بعض، وهجيب من السلطة اللي انا عملتها دي، ممكن تستغني عنها لو مش حباها، بس هي يعني شبيهة بالاضافات اللي بيضيفوها يعني في السندوتشات الجاهزة وكده، هتدي برضو طعم حلو قوي مع الكفتة. وبعدين هنبتدي نلف، هنجيب من الجناب كده عشان نقفل كده. السندوتش بتاعنا جاهز، هنحطه على الجريل عشان ياخد بس الخطوط بتاعة الشوي، وهعمل هنا كل الكمية بنفس الطريقة اوريها لكم في الاخر. هحطهم على الجريل هياخدوا الخطوط بتاعة الشوي كده. وكده خلاص الطبق بتاعنا يعتبر جاهز، بعد ما انا حطيت السندوتشات على الجريل اخد بس لون كده هوت بسيط، وقدمت جنبيه بطاطس شيبسي، وده كده هيبقى شكله عند التقديم. ممكن كمان تحطي مخلل بيبقى حلو قوي. يا رب يا بنات الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل اللي انا بعمله. والسلام عليكم.